ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم. التدويد بيرقات ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم هي مرض خطير مشترك يصيب الإنسان والحيوان على حد سواء. تحدث الإصابة عندما تضع ذبابة الدودة الحلزونية بيضها على جرح حديث نتيجة الأجزاء الحادة أو بسبب الأمراض الجلدية مثل الجرب أو بسبب الأمراض التي تسبب تقرحات مثل الجدري أو في حالة الحيوانات حديثة الولادة. من ثم يفقس البيض وتبدأ اليرقات بالتغذي على جسم الحيوان محدثة جروحا عميقة في جسم الحيوان، وتستمر اليرقات بالنمو حتى تصل إلى مرحلة اليرقة الثالثة. ولكي تتم دورة الحياة تسقط اليرقة على الأرض وتحفر لنفسها حتى تكتمل. بعد مرور أسبوعين يخرج جيل جديد من الذباب ليهاجم الحيوانات الأخرى والبشر. كيف تعالج حيواناتك إذا أصيبت؟ قم بتنظيف الجرح باستخدام مطهر، وتخلص من اليرقات بنزعها من الجرح بواسطة ملقط ووضعها في المبيد الحشري. رش الجرح بمضاد حيوي، ضع بودرة الجرح على المكان المصاب. ترش الحظيرة بمبيد حشري مناسب. بلغ وزارة البيئة والمياه والزراعة على الرقم المجاني 800-247-4 أصفار. مع تحيات الإرشاد البيطري بوزارة البيئة والمياه والزراعة.